بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. قال: والركعة الثانية يفعل فيها كالأولى، وعلمت ما شملته، إلا أنه أي المصلي لا يثني، أي لا يأتي بدعاء الثناء في الركعة الثانية، لأن دعاء الثناء للافتتاح فقط. قال: ولا يتعوذ لي، قال: لعدم تبدل المجلس، إنما يحتاج لإعادة التعوذ إذا ما قلنا التعوذ. نحن في الدرس السابق قلنا التعوذ هو من أجل القراءة، وإنما تجدد الاستعاذة إذا حصل فاصل بين القراءتين. أنا الآن أردت أن أقرأ القرآن، أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قرأ الصحيفتين ثلاثة جزء، جاء إنسان قال: السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ إن شاء الله بخير، كيف أحوالك؟ عساك بخير، الحمد لله. ذهب. الآن أريد أن أرجع للقراءة، فقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستأنف الاستعاذة. ليه؟ حصل فاصل قاطع أجنبي عن القراءة. هل هو الآن حصل فاصل في القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية يعني يستوجب أن أعيد الاستعاذة؟ قال: لا، لم يحصل. أنت ما زلت في مكان واحد ولم يحصل فاصل أجنبي، لذلك لا يتعوذ في الركعة الثانية، قال: لعدم تبدل المجلس. قال: ولا يرفع يديه، هكذا للتكبير ما عندنا رفع، إلا فقط في بداية الشروع في الصلاة، إذ لا يسن رفع اليدين في حالتي الركوع وقيامه. أنا لما أركع الله أكبر وأركع، عندنا لا يوجد رفع، وعندما نرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، كذلك عندنا هذا الرفع غير مشروع. قال: ولا يفسد الصلاة في الصحيح، لو أن إنسان كبر رفع يديه وكبر للركوع ورفع يديه لما رفع من الركوع، هل تبطل صلاته؟ قال: لا، لا يفسد الصلاة في الصحيح. نعم. قال: فلا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة، إلا عند افتتاح كل صلاة، يعني هي تكبيرة الإحرام، وعند تكبير القنوت في الوتر كذلك يرفع يديه بعد أن انتهى من قراءة الفاتحة والسورة، أراد الآن أن يأتي بتكبير القنوت قبل الركوع، يقول: الله أكبر، ويأتي بدعاء القنوت. قال: وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين كذلك يأتي برفع اليدين في تكبيرات الزوائد. ليه؟ قال: لاتفاق الأخبار الواردة في صفة صلاة العيد أنه يرفع يديه أثناء التكبير. قال: وصفة الرفع فيها حذو الأذنين كما في تكبيرة الإحرام، هكذا يضع الإبهام بجانب طرف الأذنين. قال: ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء، هكذا حين لا انتهى الكلام. قال: وصفة الرفع فيهما حذو الأذنين، انتهى. الآن التكبير الثاني، ما قال؟ لا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر. في الوتر وتكبيرات الزوائد، ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء، هكذا حين يرى الكعبة المشرفة، أي وقت معاينتها،
وقت معاينتها، فتكون العين في فقعس، في فقعس صمعج، فتكون العين في فقعس صمعج. أول شيء أحبابنا، كلمة فقعس هذه إذا رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أن كلمة فقعس هي عبارة عن حي من أحياء العرب، حي من بني أسد، أبوهم اسمه فقعس، اسمه فقعس ابن طريف، ابن طريف. قال الشيخ الأزهري رحمه الله، قال لا أدري ما أصله في العربية، ما أدري ما أصل الاسم فقعس أبو طريف ابن طريف، قال لا أدري ما أصله في العربية. إيه نعم. وكذلك صمعج، هكذلك هذا اسم رجل أيضا، اسم رجل أيضا، ولكن هذا الاسم قليل 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 الورود، وورد هذا الاسم في كما قالوا في كتاب التاريخ، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، جاء فيه رجل اسمه عبد الله ابن صمعج، عبد الله ابن صمعج. أصل هذا التركيب أحبابنا، فقعس صمعج، أصل هذا التركيب على في النسخة التي بين يدي كلمة صمعج ناقصة، لا بد من إثباتها، هذا الأصح. أصل هذا التركيب أن بعض المشايخ جمع المواضع التي يسن رفع اليدين عندها، جمعها في كلمة فقعس صمعج، وجعل كل حرف يدل على موضع من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين. فلما قال فقعس مثلا، جعل الفاء لافتتاح الصلاة، فاء فاء فقعس، يعني تسن رفع اليدين لافتتاح الصلاة، فق القاف القنوت، فيسن رفع اليدين لدعاء القنوت، فق ع فقعس العين للعيدين، العين للعيدين. وكذلك العين عند معاينة البيت، لذلك قال فقعس صمعج صمع، لاحظ كرر العين بصمعج، فقعس صمعج، فالعين المكررة هنا تفيد هذا. وكذلك فقعس، فقعس السين، كذلك يسن رفع اليدين السين لاستلام الحجر، لاستلام الحجر، فقعس. الآن أنهينا كلمة فقعس صمعج، الصاد للصفا، كذلك يرفع يديه لما يقف على الصفا، صاد صمعج. الميم يرفع يديه إذا وقف على المروة، يرفعها هكذا مستقبل القبلة كي يدعو على الصفا وعلى المروة، صمعج. العين قلنا لمعاينة الكعبة، وبعضهم قال العين في صمعج ليست لمعاينة الكعبة، لأنه صمعج معاينة بالميم هذه. قال العين هنا في عرفة، ترفع الأيادي في عرفة للدعاء، في الدعاء صمعج. الجيم، الجيم لرمي الجمرات، لرمي الجمر، عندما ننتهي نرمي جمرة العقبة بعدها، في عند منا الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، بين الصغرى بين الصغرى والكبرى عندنا دعاء، بين الصغرى والوسطى، بين الوسطى والكبرى عندنا دعاء، نرفع الأيدي بين الجمرتين للدعاء. إذا هذه هي المواقع التي، وهي كم حرف أحبابنا؟ هذه فقعس أربعة وصمعج أربعة، ثمانية حروف، ثمانية حروف تضم تسعة مواقع، تسعة
إذا قلنا العين للعيدين، العين لمعاينة البيت، والعين لعرفات، فعندنا ثمانية حروف بتسعة مواضع ترفع فيها الأيدي. قال فتكون العين في فقعس، إذا فهمنا معنى الآن المراد فتكون العين في فقعس، وفهمنا عرفنا ما هي كلمة فقعس على ما تدل، وكذلك كلمة صمعج على ما تدل، فهمنا الآن. قال فتكون العين في فقعس للعيدين، للعيدين ومعاينة البيت للدعاء. انظر كيف جعل الشيخ رحمه الله، جعل العين دالة على أمرين. قال وهو مستجاب، يعني عندما عند معاينة البيت الدعاء مستجاب. قال ويسن رفعهما، في سؤال أحبابنا حول ما ذكرناه الآن. قال ويسن رفعهما، يرفع اليدين أيضا. قال حين يستلم الحجر، وهذا السين في فقعس، مستقبلا بباطنهما الحجر، هكذا يستقبل باطنهما الحجر. عندما يرى الكعبة يرفع الكفين إلى السماء، هكذا يستقبل بكفيه السماء. أما عندما يستلم الحجر مستقبلا بباطنهما الحجر. ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا حين يقوم على الصفا، صمعج، والمروة صم الميم في صمعج، وكذلك عند الوقوف في عرفة صمع العين في صمعج، والوقوف في مزدلفة كذلك الميم تدخل كذلك بصمعج بالميم، نعم. وفي الوقوف عند رمي الجمرة الأولى صمعج، والجمرة الوسطى الصغرى والوسطى، كما ورد بذلك السنة الشريفة. وترفع أي كذلك الأيدي في دعاء الاستسقاء ونحوه، لأن رفع اليد في الدعاء سنة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه، يرفع يديه في السماء إلى السماء هكذا. قال وكذلك عند دعائه بعد فراغه من التسبيح، بعد الفراغ من التسبيحات تدعو أنت بعد الفراغ من التسبيح والتحميد والتكبير الذي سنذكره عقب الصلوات كما عليه المسلمون في سائر البلدان. قال وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية، يعني الآن أنهى الركعة الثانية، افترش رجله اليسرى وجلس عليها، هذه الرجل اليسرى يجعلها هكذا ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى هكذا أمامها، هذا هو قعود السنة بهذه الطريقة. افترش رجله اليسرى وجلس عليها، ونصب يمناه، ووجه أصابعها، أصابع اليمنى يوجهها إلى القبلة، يعني يضغط عليها بهذا الشكل حتى يستقبل بأصابعه القبلة، ووضع يديه على فخذيه، وقلنا تصل رؤوس أصابعه إلى بداية الركبة، وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس الركبة. والمرأة تتورك، وقدمنا صفته. وقرأ المصلي ولو مقتديا، ولو كنت مقتديا تقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ويقصد معاني التشهد، يقصد أنه الآن هو ينشئها، ولا أنه أن هذه يريد، يعني هو يريدها، هي أنه يريدها وينشئها تحية، لذلك قال ويقصد معانيه، معاني التشهد مرادة له، على أنه ينشئها تحية وسلاما منه، عندما يقول التحيات
فلا يقصد الحكاية، يقصد أنه هو ينشئ هذه التحيات، وأن هذه المعاني وإن كان هو يجهلها فهو يعني يريدها ويقصدها. وأشار بالمسبحة من أصابعه اليمنى، أشار بأصابعه اليمنى في الشهادة على الصحيح. هكذا تكون اليدان موضوعتان، فعندما يريد يصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله يضم الأصابع هكذا ويرفع السبابة، عند قوله لا إله يرفعها، إلا الله ينزلها ويبسط يده هكذا. هذه هي الصفة المعتملة. قال يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. قال ولا يزيد على التشهد في القعود الأول، لا يزيد يعني يصل فقط إلى قوله وأشهد أن لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر، ويقول قال ولا يزيد على التشهد في القعود الأول لوجوب القيام للثالثة من غير تراخٍ، وهو كما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد أخذ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فقال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. جمع تحية من حيا فلان فلانا إذا دعا له عند ملاقاته، كقوله حياك الله أي أبقاك الله. والمراد هنا أعز الألفاظ، يعني كلمة التحيات لله المراد بها أكمل الألفاظ التي تدل على اتصاف الله عز وجل بالكمالات. والمراد هنا أعز المقول التحيات لله، التحيات لله يعني أجل وأعز وأكمل الكلمات التي تدل على أن الله منفرد بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. أعز الألفاظ التي تدل على الملك والعظمة، وكل عبادة قولية لله تعالى. قال التحيات لله، فهمنا إيش عن المراد بالتحيات، يعني جميع الكلمات الدالة، جميع الكلمات أعز الكلمات وأجل الكلمات التي تدل على أن الله متصف بكل كمال هي لله سبحانه وتعالى، أتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني إيش التحيات لله. قال والصلوات الآن، ماذا يعني الصلوات؟ قال يعني العبادات، العبادات القولية. لذلك قال وكل عبادة قولية، لا عفوا، التحيات لله هي تشمل العبادات القولية وكل الكلمات الدالة على اتصاف الله بكل كمال وأنه منزه عن كل نقصان. هذا إيش تشمل؟ تشمل هذا وتشمل العبادات القولية. أما الصلوات، أما الصلوات فتشمل العبادات البدنية كلها. قال والمراد بالصلوات هنا العبادات البدنية ونحوها، والطيبات العبادات المالية لله تعالى. يعني عندما أقول التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، معنى هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة أنني أقول أن جميع الكلمات الدال، الكلمات العظيمة الجليلة التي تدل على أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان أنا أتوجه بها إلى الله. التحيات لله والصلوات وكذلك جميع ما يصدر عني من عبادات بدنية فهي لله، والطيبات جميع ما يصدر عني من إنفاق فهو لله سبحانه وتعالى، فأنا كلي وما صدر عني من طاعات هو كله لله. التحيات لله والصلوات والطيبات.
قال وهي الصادرة منه ليلة الإسراء. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله سبحانه رد الله عليه وحياه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كي لا يفوتني أحبابنا هذا الذي سيذكره الآن الشيخ رحمه الله، هذا يعني جمهور المحدثين قالوا أن هذا موضوع ولم يحصل، يعني وكان يحصل بالمؤلف أنه لم يذكر ذلك، لا يذكر ذلك، يعني جمهور المحدثين على أن الأحاديث الواردة في هذا غير ثابتة، غير ثابتة، ليست غير صحيحة، غير ثابتة. قال رد الله عليه وحياه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام، وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها، وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة. فلما أفاض الله سبحانه وتعالى بإنعامه على النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة مقابل الثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله وأجودهم، عطف بإحسانه من ذلك الفيض، عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس والجن، فقال يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، قال الله له السلام عليك أيها النبي، هو النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم أخلاقه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعمهم به كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتموها أصابت، إذا قلتموها، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين، أشرف وصف في أوصاف المخلوقين هو إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. ما هي العبودية؟ قال وهي الرضا بما يفعل الرب. عندنا عبادة وعندنا عبودية، العبودية أن ترضى بما يجريه الله عليك، أما العبادة أن تفعل ما يرضي الله عنك، العبادة أن تفعل ما يرضي الله، أما العبودية أن ترضى بكل ما يجريه الله عليك دون اعتراض بل تقبل رضا. رضا قال والعبادة ما يرضيه، يعني فعل ما يرضيه، قال وهي يعني العبودية الرضا بما يفعل الرب، والعبادة ما يرضيه يعني فعل ما يرضيه، ما يرضي الله عز وجل. والعبودية أقوى من العبادة، لماذا؟ قال لبقائها في العقبة، لبقائها في الآخرة، في الدنيا لا توجد عبادة، لا توجد طاعات يفعلها الإنسان في الآخرة يعني في الجنة، بخلاف العبادة فإنها غير موجودة، يعني غير مشروعة في الجنة. قال والصالح، ما قال السلام علينا والعباد الله الصالحين، قال الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. لاحظ أنت الآن صرت تعرف هل أنت من الصالحين أم من غير الصالحين، إذا كنت تقوم بحقوق العباد عليك نعم، وتقوم أيضا بحقوق الله سبحانه وتعالى، وتقوم أيضا بحقوق الله سبحانه وتعالى، فأنت صالح. قال والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. فلما أن قال ذلك صلى الله عليه وسلم إحسانا منه، شهد أهل الملكوت الأعلى والسماوات وجبريل بوحي وإلهام بأن قال كل منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أعلم وأبين
وجمع بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق. أشرف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأشرف وصف للمخلوق العبودية، أن يكون عبدا لله، فقال وأن محمدا عبد. وأرقى وصف مستلزم للنبوة لمقام الجمع، لمقام الجمع، فيقصد المصلي إن شاء هذه الألفاظ مرادة له، قاصدا معناها الموضوع، قاصدا معناها الموضوعة له من عنده، كأنه يحيي الله سبحانه وتعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وأولياء الله تعالى، خلافا لما قاله بعضهم إنه حكاية سلام الله لا ابتداء سلام من المصلي. في سؤال أحبابنا إلى هنا؟ نعم 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 سيدنا، سيدي فاتني القول الذي لم يثبت. كان هناك هذا الحديث الذي ذكره الشيخ الآن، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وردت الملائكة عليه ورد الله عليه، هذا لم يثبت. هذه الحادثة التي ذكرها الآن من عند قوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهي الصادرة، قال فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله رد الله عليه إلى آخره، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. نعم سيد. قال فيقصد المصلي إن شاء هذه الألفاظ مرادة لهم، قاصدا معناها الموضوعة له من عنده، كأنه يحيي الله سبحانه وتعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وأولياء الله تعالى، خلافا لما قاله بعضهم. قرأنا هذا نحن. قال وقرأ الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين، يعني في الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط من الفرائض، فشمل المغرب كذلك، ثم جلس، يعني القعود الأخير الآن، مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى كما قعد القعود الأول، وتتورك المرأة، وقرأ التشهد المتقدم، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بعد الآن، بعد أن انتهى من الصلاة، لاحظ قال ثم صلى على النبي، ما حدد لك صيغة معينة، يعني لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تمت صلاتك وأتيت بالسنة. ولكن الأفضل أن نأتي بالصلوات الإبراهيمية، الأفضل والأكمل في الصلاة، ويأتي بالدعاء بعد الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم يأتي بالدعاء. قال ثم دعا ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بما يشبه ألفاظ القرآن، يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة، وذكرنا هذا في درس سابق، والذي يشبه ألفاظ القرآن والسنة عفوا هو ما يستحيل طلبه أو ما يستحيل حصول مثله من جهة العباد، ما يستحيل حصول مثله من جهة العباد، هذا قلنا إيش يشبه القرآن والسنة. يعني إنسان قال كإنسان مريض قال يا ربي عافني، يا ربي عافني، هذا الدعاء لا يبطل الصلاة، يا ربي ارزقني 100,000 مثلا درهم، هذا يبطل الصلاة، لأن العافية لا يمكن حصول مثلها من العباد، و100,000 درهم ممكن أن يعطيك إنسان هذا المبلغ فتبطل الصلاة عندنا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال ثم يسلم يمينا ابتداء السلام عليكم هكذا، ويسارا انتهاء، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ناويا بهذا السلام من معه من القوم والحفظة، كما تقدم بيانه بحمد الله سبحانه ومنته.
قال باب الإمامة، باب الإمامة. طبعا أحبابنا الإمامة هي مصدر، الإمامة مصدر قولك أما فلان الناس، أما فلان الناس إنام، يعني صار لهم إماما، أما الناس صار لهم إماما، يعني يتبعونه في الصلاة، يتبعونه في الصلاة إنام. هذه هي الإمامة الصغرى. الإمامة كما تعلمون أحبابنا إمامة صغرى وإمامة الكبرى، وحديثنا الآن عن الإمامة الصغرى، وهي أن تصلي خلف إنسان فتلتزم صلاته، تلتزم صلاته، يعني تربط صلاتك بصلاته، تربط صلاتك بصلاته، ولا ترتبط صلاتك بصلاة الإمام إلا بشروط تأتي معنا، شروط صحة الاقتداء. قال قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان، وعندنا هي أي الإمامة أفضل من الأذان. ليه؟ قال لمواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين عليها، يعني على الإمامة. والأفضل كون الإمام هو المؤذن، هذا الأفضل، وهذا مذهبنا، وكان عليه سيدي أبو حنيفة رحمه الله تعالى. إذن الإمامة أفضل. قد يقول بعضهم كيف تقولون الإمامة أفضل والفاروق رضي الله عنه قال لولا الخلافة لأذنت، فهذا بظاهره يدل على أن الأذان أفضل، هو كان إماما. قال لا، انتبه، افهم الكلام فهما صحيحا. قول الفاروق عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت، يعني لأذنت مع الإمامة، ولكن الآن أنا مشغول. أراد أن يخبرنا الفاروق عمر رضي الله عنه بأن الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة أولى، فقال لولا الخلافة لأذنت، ولكن أنا ما لي فاضي الآن لأن أؤذن، أنا الآن مشغول بأموري الناس. نعم، فقول سيدنا عمر لولا الأذان لولا الإمامة لأذنت، هذا لا دلالة فيه على أفضلية الأذان، لأن مراد الفاروق رضي الله عنه كما قلنا الجمع بين الأذان والإقامة. قال والصلاة بالجماعة، الصلاة بالجماعة ما حكمها؟ شرع الآن في بيان حكم الصلاة بالجماعة. قال والصلاة بالجماعة سنة في الأصح، مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة. والصلاة بالجماعة سنة، طبعا المراد هنا الصلاة بالجماعة سنة، المراد فيما عدا صلاة الجمعة وفيما عدا صلاة العيدين، لأن الجماعة في الجمعة شرط لصحة الجمعة، وكذلك الجماعة في العيدين شرط لجواز صلاة العيدين. فإذا الجماعة، الصلاة بالجماعة سنة في غير الجمعة والعيدين. قال مؤكدة، وهي سنة في الأصح، مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة، شبيهة بالواجب في القوة، هذا قول واختيار الشيخ الشرنبولالي رحمه الله تعالى، ولكن نص الشيخ الكاساني رحمه الله في كتابه البدائع على أن عامة المشايخ، عامة علمائنا المشايخ الأحناف، على أن الصلاة بالجماعة واجبة. لما نقول الصلاة بالجماعة بقطع النظر عن كونها في المسجد أو في البستان أو في الدكان أو في البيت، فعامة المشايخ يقول الشيخ الكاساني في البدائع، يقول عامة المشايخ على أنها واجبة، على أنها واجبة. وذهب الطحاوي من أئمتنا، ذهب الطحاوي من أئمتنا إلى أنها، إلى أن الصلاة بالجماعة فرض كفاية،
فرض كفاية. وقال بعض الأقوال أذكرها لكم ليبين أهمية الصلاة بالجماعة. وقال بعض علمائنا الصلاة بالجماعة فرض عين، فرض عين. إنان طيب الآن أنا لا أصلي في المسجد، أصلي في البيت، هل إقامة الصلاة في البيت كإقامتها في المسجد؟ نص صاحب القنية على أن الأصح، على أن الأصح أن إقامة الصلاة، إقامة الصلاة بالجماعة في البيت كإقامتها في المسجد، وإن تفاوتت الفضيلة. طبعا أداء الصلاة، يعني لما نقول، لما انتبهوا أحبابنا، لما نقول صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف، طيب أنا إن صليتها في البيت مع زوجتي مع ولدي هل أكون قد أسقطت الفرض العيني علي عني؟ قال نعم، صليت مع الجماعة ولكن لم تحصل أجر الصلاة مع الجماعة في المسجد. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. طبعا أنا الآن لابد أن نذكر بعض الأشياء المتعلقة بهذا الأمر. أنا الآن دخلت المسجد فوجدت الإمام في الصلاة الجماعة، في صلاة الجماعة. أنا متى أدرك فضل الجماعة؟ بإدراك الإمام في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة أم في الأخيرة؟ متى أدرك فضيلة الجماعة؟ جمهور علمائنا على أن فضل الجماعة، على أن فضل الجماعة يحصل بأن تدرك جزءا، أي جزء من صلاة الإمام، حتى ولو القعدة الأخيرة، حتى ولو كان المدرك القعدة الأخيرة قبل السلام، تكون أنت قد أدركت إن شاء الله فضل الجماعة. وورد في ذلك يعني بعض الحديث التي تدل على هذا. إذن ملخص القول أحبابنا، فضل الجماعة مع الإمام يحصل ولو أدركت القعود الأخير، والجماعة تحصل وتدرك فضيلتها لو صليتها في البيت مع زوجتك وأولادك. وهنا الشيخ يقول الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة، ونص الشيخ الكاساني رحمه الله في البدائع على أن عامة المشايخ على أنها واجبة، و اللهم صل على سيدنا محمد، والذي رجحه صاحب التحفة على أنها واجبة، يعني على أنها فرض، صاحب التحفة جزم صاحب التحفة بأنها واجبة. الشيخ الكاساني قال عامة المشايخ، جزم صاحب التحفة تحفة الفقهاء على أنها واجبة. الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى، وأظن الكرخي أيضا معه، الطحاوي والكرخي كلاهما قالا هي فرض على الكفاية، وقيل فرض عين. فإذا أحبابنا لا ينبغي أبدا أن نقصر في الصلاة مع الجماعة، في البيت، في الدكان، في الشارع، في السوق، في المسجد، لا ينبغي أن نقصر لا ينبغي أنت عليك أيها المسلم، لا ينبغي عليك أبدا أن تصلي لوحدك، لا يليق بك أن تصلي لوحدك، لابد أن تصلي مع الجماعة. واضح أحبابنا؟ فمن الآن فصاعدا ما في صلاة لحالك يا فلان يا فلان يا فلان، تصلي بالجماعة، إما في المسجد أو في البيت مع زوجتك مع أخيك مع ابنك، لا تصلي لوحدك أبدا بعد الآن، صلي دائما مع الجماعة. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. قال والصلاة بالجماعة سنة للرجال، لاحظ ماذا قال، للرجال يعني ليست للنساء، للمواظبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وفي رواية درجة، فلا يسع تركها إلا بعذر، ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها، فإن قبلوا فحي هلا وإلا قوتلوا
عليها، لأن الصلاة مع الجماعة من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين. قال ويحصل فضل الجماعة بواحد، وصليت لوحدك أنت مع ابنك مع زوجتك تكون قد صليت مع الجماعة وأدركت فضلها. قال ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبيا يعقل، ولو صبيا يعقل. لذلك قال الشيخ الحدادي في كتابه استراج الوهاج شرح المتن القدوري، قال لو حلف لا يصلي مع الجماعة أو جماعة، لا يصلي جماعة، فصلى هو إماما في صبي في البيت مع ولده، قال يحنف. ليه؟ لأنه صلى جماعة، صلى جماعة. نعم. فلذلك لا ينبغي أحباب، لا ينبغي أن نقصر في الصلاة مع الجماعة. حذاري أحبابنا، حذاري أن تقصروا في الصلاة مع الجماعة، ولو في البيت مع زوجتك مع أولادك مع أخيك الصغير مع ابنك الصغير، لا تصلي لوحدك، لا تصلي منفردا. نعم فضل يا أستاذ. الله يبارك فيكم. يعني فقط يشترط التمييز، يشترط أنه يكون مميز، أليس كذلك؟ طبعا. قالوا صبيا يعقل، مميز يعني سبع سنوات يعني. نعم طبعا. إيه لابد أن يكون عاقلا يميز، إذا كان غير مميز لا تكون جماعة. حتى قال الشيخ الطحاوي رحمه الله، له كلام جميل هنا، له كلام جميل. قال ما قلنا، قال الشيخ الحدادي في كتابه السراج أنه لو حلف لا يصلي جماعة فصلى إماما بصبي يحنث، قال يؤخذ من هذا، يؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض. كيف يعني؟ أنا مثلا، هذا كثيرا ما حصلت معي، كثيرا ذهبت لأصلي في المسجد، وأنا في المسجد أصلي فإذا بالإمام ألثغ يقول يعني، أو يقول اهدنا الصراط. وبالأمس كنت أصلي المغرب، دخلت المسجد الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا أفعل؟ كنت قد قلت لزوجتي أنا ذهب لأصلي في المسجد، فاتصلت بها انتظري سأرجع للصلاة معك أو مع الأولاد. فمشكلة، فصليت الآن، أنا ذهبت للمسجد فاتتني صلاة الجماعة، رجعت زوجتي قد صلت فتصدقت علي وصلت، هي نافلة، صلت نافلة وأنا صليت فرضا، ما الحكم؟ قال تقع جماعة. استدلالا بقول الحدادي لو صلى جماعة مع صبي، لأن صلاة الصبي ما حكمها نافلة، وقال هي جماعة. واضح الكلام أحبابنا؟ طيب فضل. مكتوب أجر صلاة الجماعة في المسجد أو في البيت سواء أو لا يعني. كيف؟ أجر الصلاة، لا طبعا، لا أكيد في المسجد أو في البيت، لا طبعا الصلاة في المسجد أجرها أكثر. أنا قلت لك يا شيخ قاليجان، قلت لك إذا قلنا الصلاة بالجماعة فرض عين، فرض عين، فإذا صليت أنا في البيت مع زوجتي هل أكون قد أديت الفرض الذي علي؟ نعم أديت فرض الجماعة عني، ولكن ما حصلت ثواب الجماعة في المسجد، ما حصلت ثواب الجماعة في المسجد. أحبابنا، مما يدل على أن اقتداء المتنفل، اقتداء المتنفل، نعم سبحان الله فاتني جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، لا ليس جواز، مما يدل على أنه يحصل فيه الأجر الجماعة، يعني يحصل فيه أجر الجماعة. على كل، قال ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبيا يعقل أو امرأة، ولو صبيا أو امرأة، يعني حتى لو صلى في بيته بزوجته
أو جاريته إذا كان في جواري أو ولده كما قلنا، فقد أتى بفضيلة الجماعة. ولكن كما قلت قبل قليل، فضيلة المسجد أتم وأكمل، أتم وأكمل. قال ويحصل فضيلة الجماعة بواحد ولو في البيت، لاحظ ولو في البيت، ولو في البيت مع الإمام. قال أما الجمعة فيشترط ثلاثة، الجمعة يشترط ثلاثة، أما في غير الجمعة يكفي واحد، أما في الجمعة حتى تكون الجماعة صحيحة لابد يشترط ثلاثة أو اثنان غير الإمام، يشترط ثلاثة أو اثنان غير الإمام، غير الإمام اثنان أو ثلاثة. قالوا أما الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان، يعني غير الإمام. طبعا المعتمد أحبابنا هو الأول، أنه يشترط ثلاثة، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في صلاة الجمعة. قال والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار، سنة للرجال الأحرار. ليه؟ قال لأن العبد مشغول بخدمة المولى، وحقوق العبد مقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى، وذكرنا هذا أكثر من مرة. قال بلا عذر، لأنها تسقط به. إذن والصلاة بالجماعة سنة بلا عذر، فقوله بلا عذر أحبابنا هذا قيد لكون الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة، فبالعذر أو بالحرج من أدائها يرتفع الإثم ويرخص له أن يتركها. نعم. طبعا يفوته الأفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته، قال له تسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. طبعا إيش يعني لا أجد لك رخصة؟ قال الشيخ الكمال في فتح القدير، قال لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها. لاحظوا أحبابنا، لا أجد لك رخصة يعني لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها. وليس المراد لا أجد لك رخصة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعمى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا أحبابنا، لذلك ما يصح نحن أن نأخذ الحديث هذا نعمل به ونسكت. لذلك هؤلاء الذين يقولون نأخذ العلم من الكتب، هؤلاء يضلون، يأخذ لهذا الحديث ويقول لك انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم ما أجد لك رخصة. طبعا لا، فهم العلماء المجتهدين لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، وليس المراد الإجاب على الأعمى. ما هذا الكلام يا أستاذ؟ من أين أتيت بالدليل على أن الحديث لا يدل على الإيجاب على الأعمى؟ انتبه. قال الكمال ابن الهمام لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان ابن مالك في تركها، فدل على أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا أجد لك رخصة، أي رخص، أؤكد المعنى، رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة دون أن تحضر الجماعة. وسيأتي معنا أحبابنا أنه يعني هذا الكلام الذي ذكرته لكم كلام الكمال. سيأتي معنا كلام الشيخ الشرنبولالي بأنه إذا انقطع عن الجماعة لعذر من الأعذارها
وكان له نية بأن يحضرها لولا العذر، قال الشيخ الشربلاني يحصل له ثوابها، يحصل له ثوابها. الشيخ ابن عابدين رحمه الله قابل هذين القولين، قول الكمال وقول الشربلاني، قال الظاهر أن المراد بالعذر، بالعذر الذي إن وجد يحصل صاحبه فضل الجماعة وإن لم يحضرها، قال العذر المانع كالمرض، كالمرض وكالفالج. هذا الفالج كيف يخرج؟ هذا العذر يكتب له الصلاة مع الجماعة إن كانت نيته صادقة. أما إذا كان العذر مطرا أو بردا أو عمى، قال لا يحصل ثواب الجماعة إن لم يصلها، ولكن يسقط عنه الإثم. واضح إن شاء الله أحبابنا الكلام. ثم قال وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء 6 أشياء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.